وفي يعكفون الضم يكسر شافيا وأنجى بحذف الياء والنون كفلا ودكا ودكا ألا تنوين وامدده هامزا شفا وعن الكوفي في الكهف وصلا وجمع وجمع رسالاتي حمته ذكوره وفي الرشد حرك وافتح الضم شلشلا وفي الكهف حسناه وضم حليهم بكسر شفا وافي والإتباع ذو حلا وخاطب ترحمنا وتغفر لنا شذا وبا ربنا رفع لغيره من جلا وميم ابن أم.